هنا نعم سيدي، حنايا هاد الناس دابا داروا معنا اجتماع، السلطات المحليه والعمران داروا معنا اجتماع باش غنهدموا الفارم ديالنا والسكن والسكنه ديالنا. كانوش عندكم براكات؟ لا، عندنا حنا فارم وعندنا ديور، وعندنا ديور بالضالات، وعندنا كوارة بالقصدير وبالضاله. هاد الشيء حنايا منذ سنين، فاش جاوا عندنا داروا معنا السلطات المحليه باش غادي حنايا نهدموا. قلنا حنا غنهدموا، قالك غتهدموا ولكن حقكم عندنا، ما تحطش اليه وحده حتى تكونوا تعوضتوا وساليتوا. قلنا له عطيونا واحد الوقت محدد، قالك ما بين 3 شهور حتى 6 شهور. الناس السلطات ديال العماله والناس السلطات المحليه، هذا الشيء اللي عطاونا. دابا لحد الان عامين تجهيزها هو قريب 50% دابا اللي مضروبه في التجهيز، في 56 قطار دابا 50% اللي مضروبه ديال التجهيز لحد الان ما عطانا حتى شي واحد. ملي كنمشيو عند السيد العامل قال لنا حقكم عند العمران، مشينا عند السيد العامل قال لنا الحق ديالكم عند العمران، قال لنا ليه راه مشينا عند العمران؟ قال لنا خصنا الباريم. رد لنا الجواب السيد العامل قال لنا غيخدموا معاكم بالباريم القديم، التعويض ديالكم غتاخذوه بالباريم القديم. قلنا له صافي يا سعد العامل، داكشي اللي درتي حنايا موافقين. لحد الان ملي مشينا للعمران قالوا لنا هاد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. ساكنين هنايا 70 عام وحنا هنا، والدينا وتولدنا هنا وحنا كبرنا هنا بديورنا كلشي هنا، الجرده عندنا 25 قطار هي ديالنا هنايا. جاو ريبوا لنا غنعطيكم الشفاعي الواحد. دابا بقعة ديالنا باقي ما خديناهاش، حنا عارف كراجات كارين، حنا عارف الخلاع عباد الله، شنو غنديروا دابا حنا مع هاد الناس؟ ما عطاونا لا تعويض لا بقى عارفين ندير خشي ولادنا، ما عطاونا حتى حاجة هاد الناس هادو، ما شنو باغيين هاد الناس هادو؟ عاش المالي شنو راهم تقلبوا الله وعلم هاد الناس هادو، مشكلة هادي، عامين هادي، حنا راه ود بلادنا عباد الله، سولالي ود البلاد، وشنو غنديروا مع هاد الناس هادو؟ حنا شي عامين باش ريبنا، وهاد الناس ما داروا معنا حتى حل، جاوا سيدي عطاونا القرعة، درنا القرعة ها العمره جات سميتو، درنا القرعه عاطينا القرعه هي، وملي كنمشيو عندهم عطيونا لا حق لا والو. الثانيه عاطينا سميتو هي، ولكن ما كاين حتى حاجه، حتى شي حاجه ما كاين. لا ما عمرهم عطاونا حتى شي حاجه والو، ضيعونا هاد الناس هادو. البقعه وانا كنتسنى عامين، ها هي البقعه دابا عامين وحنا كنتسناو تنمشيو نخلصو، تيقول لنا راه ما كاين حتى حاجه. المهم فين وصل الملف ديالنا؟ حيت راه فايتين حنايا، درنا لقاء مع الصحافه هنايا ودرنا الوقفات، ولكن دابا مشينا صيفطونا، مشينا عند القايده اللي جات جديده، صيفطتنا للعمره، مشينا للعمره نهزونا وحطونا، قالوا لنا ما عندكم حتى شي حق. القايده اش قالت لكم هنا؟ قالت لنا سيروا للعمران بالنسبه للتعويضات، وبالنسبه للبقاعي اللي خرجوا اللي داروا القرعه وما عطاوهمش البقاعي ديالهم. ولهذا مشينا للعمران قالوا لنا ما عندكم حتى حاجه. حنا ما حنا العمران مشينا لعند المدير ديال العمران والنائب ديالو، هما بجوج اللي هضروا معنا تما. ودابا حنايا ما بقى عندنا غير نجيو نوقفوا الشركه، وردينا الرد لسعاده القايده، قالت لنا انا غادي ندرس الملف ديالكم، وحنا لحد الان باقي الملف ديالنا كيتدرس، والناس ضايعين والناس مشردين، الناس مقاتلين مع الكره ومع المعيشه، ولكن راه الناس مقصحين بزاف. وحنا راه كلهم هادو اللي كيهضروا الناس ديال الثانيه من داوي الحقوق، عامين هادي وهما كيجريو حتى حاجه ما داروها معانا. ولهذا حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وغنرفعوا هاد النداء ديالنا يوصل حتى للديوان الملكي لصاحب الجلاله الاعلى سلطه في البلاد. ولهذا حنا باغيين المحاسبه ديال هاد الناس اللي جاوا ريبوا لينا وضيعونا وما عطاونا حتى شي حاجه.